أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. صدق الله العلي العظيم. الدعاء سلاح المؤمن. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل عندك سلاح؟ السؤال الثاني: إذا كان عندك سلاح فهل تعرف كيف تستفيد من السلاح؟ السؤال الثالث: إذا كان عندك سلاح وكنت تعرف كيف تستفيد من السلاح ولكن تعرف مدى تأثير هذا السلاح أم لا؟ سواء في ذلك، في هذه الأسئلة الثلاثة: السلاح العادي، هذه الأسلحة العادية، أو السلاح الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله، الدعاء. لاحظوا، نمثل بهذه الأسلحة العادية. مرة شخص ما عنده سلاح، طبعا هذا الشخص في الأخطار الأمنية هذا الشخص لا يتمكن أن يدافع عن نفسه، إذا كان عنده سلاح وهو لا يعرف كيف يستخدم ويستعمل هذا السلاح، الكلام لا يتمكن أن يدافع عن نفسه في وقت الخطر الأمني، إذا كان عنده سلاح وكان يعرف كيف يستعمل هذا السلاح ولكن لا يعرف مدى تأثير هذا السلاح، استفادته لا تكون تامة. لقتل الذبابة يستعمل الـRPG مثلا، أو لإسقاط طائرة حربية متطورة جدا يستخدم سلاحا عاديا صغيرا، لا يستفيد. نفس هذه المعادلة موجودة بالنسبة إلى هذا السلاح، سلاح الدعاء. البعض يفقد هذا السلاح، ما عنده الدعاء،
لم يعطى الدعاء العياذ بالله تعالى. لم يعطى الدعاء، لا أقصد أنه لا يدعو، لا، دعاؤه كلا دعاء. لا أريد أن أتوقف هنا. البعض أعطي الدعاء، دعاؤه دعاء، ولكن لا يعرف كيف يدعو. البعض أعطي الدعاء ويعرف كيف يدعو، ولكن لا يعرف مدى تأثير هذا الدعاء. يستعمل دعاء قويا في قضية صغيرة، أو يستعمل دعاء إن صح التعبير ضعيفا إن صح التعبير في قضية كبيرة. لأنه لا يعرف مدى هذا الدعاء. الدعاء في هذه الجوانب الثلاثة منه موضوع طويل ومتشعب، وفي المراجعة إلى الروايات الشريفة موضوع شيق ومفيد جدا، بل ضروري. الأشياء كلها مرتبطة بالدعاء، شيء ضروري، ولكن هذا الموضوع نتركه. إشارة سريعة إلى ثلاث نقاط ثم ننتقل إلى موضوع آخر. النقطة الأولى، البعض يقول أنا لا أدعو لأني كلما دعوت ما رأيت إجابة. أولا لا بأس، أنت الخاسر لا تدعو، يعني الله عز وجل والعياذ بالله يخسر شيئا إذا أنت وأمثالك وكل البشر تركوا الدعاء؟ من الخاسر؟ الدعاء لمن أساسا؟ اتركوا الدعاء. ثانيا، هذا الشيء ذكرته قبل لعله سنتين أو ثلاث سنوات، أنا أقول أكثر الأدعية، أكثر الأدعية يعني أكثر من 90% من مطالب الإنسان، أكثر الأدعية تستجاب، أكثر من 90%. المطالب التي لا تعطى للإنسان أقل من 10%. لا أقول لي، لا أقول للمؤمنين، لا، لكل البشر. المطالب الدنيوية التي تعطى للبشر أكثر من 90% من مطالبهم، والمطالب الدنيوية التي لا تعطى لهم أقل من 10%. ذكرت أدلة على ذلك، أدلة واضحة لا علي بها. ثالثا، الدعاء يحتاج إلى أمور حتى يصبح مؤثرا أثرا كاملا: مقدمات، مقومات، شرائط، كيفية معينة. لاحظوا، شخص مريض، المريض له حل آخر غير الرجوع للطب؟ لا أقول الرجوع لهذا الطبيب أو أخذ هذا الدواء، لا، المريض له حل ثاني غير الرجوع للطب؟ عنده حل آخر؟ لا يوجد عنده حل آخر، حل مادي قصدي. الإنسان المحتاج لا حل له إلا الدعاء، لا يوجد حل ثاني، ولكن الدعاء أفضل من ذلك الحل، لا، أصلا لا يوجد له حل آخر. لعل المريض يأخذ دواء معينا لا يرى نفعا،
دواء ثانيا لا يرى فائدة، دواء ثالثا رجوع لهذا الطبيب، مراجعة الخبير الآخر. ولكن لو راجع 1000 طبيب، المريض ليس له علاج إلا الرجوع للطب، الطب ككل. الدعاء هكذا، إذا لم ترى إجابة لدعائك هذا أو دعاء ثاني أو دعاء عاشر أو دعاء 100، لا حل لك غير الدعاء. هذا الدعاء كان في غير محله، ذاك الدعاء كان بطريقة غير مناسبة، لو دعوت 1000 مرة لا يوجد حل آخر. هذا هو الحل. هذا الدعاء إذا لم يستجاب، إذا لم تر نتيجة، ليس معنى ذلك أن لك حلا آخر غير الدعاء. أصل الدعاء هو الحل الوحيد، عندك مطلب شيء آخر لا يوجد. لماذا؟ لأن الأساس هناك، ومفتاح ذلك القفل الدعاء. جئني بمفتاح آخر ما عندك، والأساس أين؟ هناك، ليس هنا. نقطة ثانية، في حديث شريف في الكافي الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رجلا دعاء. من؟ أمير المؤمنين. أمير المؤمنين من هو؟ هو الذي بيده السماوات والأرض، هو الذي بيده كل شيء. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما خلق الله شيئا إلا وأمره بالطاعة لنا. السماوات تطيعه، الأراضون تطيعه، الجبال تطيعه، الرياح تطيعه، الملائكة تطيعه، القلم واللوح يطيعانه، كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى أمره بالطاعة له. أمير المؤمنين هذا، أمير المؤمنين الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: وكل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا أمير المؤمنين الذي بيده كل شيء، كان دعاء، لم يكن داعيا يدعو الله سبحانه وتعالى، لا، دعاء. الذي بيده كل شيء هكذا يدعو، فكيف بي؟ وليس بيدي شيء، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا. أنا حتى لا أتمكن أن أقتل نفسي، حتى الموت ليس بيدي. البشر يتصور أنه بيده كل شيء، أبدا. لو ألقى نفسه من شاهق، لو صنع بنفسه ما صنع، إذا لم تكن تلك المشيئة أبدا. تلك المشيئة أين؟ قلوبنا أوعية لمشيئة الله. بدون تلك المشيئة ليس لي شيء. الذي بيده كل شيء كان دعاء كثير الدعاء. أنا كيف يلزم أن أكون؟ أنا يلزم علي أن أدعو، أن أدعو الله سبحانه وتعالى. نقطة ثالثة، الإنسان يقرأ القرآن الكريم خصوصا في شهر رمضان المبارك وفي غيره من الشهور، من الجيد التدبر في القرآن الكريم، القرآن أمر بذلك، الروايات الشريفة أمرت. طريقة التدبر، التدبر له طريقة، طريقة التدبر فيه كلام طويل، من الكتب الجيدة في معرفة طريقة التدبر كتاب التدبر في القرآن، كتاب جيد مختصر مفيد جامع. في يوم الجمعة
يستحب قراءة سورة الصافات من السور التي يستحب قراءتها في يوم الجمعة. لا شك أن بعضكم في هذا اليوم قرأتم هذه السورة المباركة. في الآية 75 من سورة الصافات نقرأ: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نوح أحد الأنبياء الرسل الخمسة المفضلين على بقية الرسل. نوح عظيم، كان يدعو من؟ ينادي من؟ ينادي الله سبحانه وتعالى فقط. لماذا الآية تقول ولقد نادانا؟ إذا كان ينادي الله سبحانه وتعالى، التعبير عن هذا النداء ولقد ناداني، لماذا لا نادانا؟ البعض من المفسرين لمذاهب أخرى يقولون نادانا يعني نادى الله سبحانه وتعالى والملائكة، لأن الملائكة هم الواسطة. عجيب، نوح ينادي الملائكة والملائكة هم بحاجة إلى شفاعة نوح؟ الملائكة تلتجئ إلى نوح، الملائكة إذا كانت لها حاجة تأتي إلى نوح، نوح لا يحتاج إلى الملائكة. نوح سيد من سادة البشر، أعظم من الملائكة بكثير. البعض يقولون هذا للتعظيم، الجواب على ذلك التعظيم خلاف الظاهر. نادانا يعني أنا وغيري، معنى الكلمة هذه. ثم هناك إشكالات أخرى أيضا على هذه التخريجات للآية المباركة. لا، نوح نادى الله عز وجل ونادى غير الله. من الذي يناديه نوح؟ من الذي يطلب منه نوح؟ نوح. ولقد نادانا نوح كما في الروايات الشريفة، نادى الله سبحانه وتعالى ونادى محمدا وآل محمد. الدعاء يلزم أن يكون هكذا، ولذا فلنعم المجيب، لا فلنعم المجيبون. من المجيب؟ من الذي أجاب نوح؟ محمد وآل محمد أجابوا. الآيات التالية أيضا ضمائر متكلم مع الغير. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه، لا نجيته من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. الآية التالية لا أقرأها خوفا على بعض العقول. الحديث في الدعاء حديث طويل، وخصوصا في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر المبارك شهر رمضان القادم، شهر رمضان ربيع القرآن، شهر رمضان ربيع الدعاء. في الحديث الشريف عن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: عليكم في شهر رمضان بكثرة الدعاء. كما نكثر من قراءة القرآن إن شاء الله تعالى، نكثر من الدعاء. الحديث طويل، ولكن أترك هذا الحديث، وكما قلت
الحديث عن الدعاء بالمراجعة إلى الروايات الشريفة حديث شيق جدا ومفيد. هذا اليوم آخر يوم جمعة من شهر شعبان، أنا أقطع حديثي لأتحدث لكم عن حديث أهل البيت، لأنقل لكم حديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في مثل هذا اليوم، في آخر جمعة من شعبان، كما ورد في الروايات الشريفة، قال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كلمات في مثل هذا اليوم. أنا أنقل لكم بعض هذه الكلمات بسرعة بدون تعليق أو تعليقات يسيرة جدا. أولا، الحديث الأول، خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم في آخر جمعة من شعبان. هناك خطبة أخرى مشهورة بين الناس، إنه أقبل إليكم شهر الله. تلك الخطبة مشهور بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبها في آخر جمعة من شعبان، هذا غير صحيح. تلك الخطبة حسب الرواية الشريفة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم، لم يعين يوم تلك الخطبة، لعله حسب الكلمات الموجودة في الخطبة الشريفة الخطبة كانت أواخر شعبان أو بداية شهر رمضان. بالتحديد لا يعلم متى كانت تلك الخطبة، وتلك الخطبة رائعة جدا. هناك خطبة أخرى مختصرة، نصف تلك الخطبة أو أقل، خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان في مثل هذا اليوم. هذه الخطبة رواها جمع من أساطين الحديث، رواها الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي الشريف، رواها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بمقدار معلوماتي في 5 من كتبه، في من لا يحضره الفقيه والخصال والأمالي وكتاب فضائل الأشهر الثلاثة وكتاب ثواب الأعمال. روى هذه الخطبة الشيخ المفيد في كتاب المقنعة، روى هذه الخطبة الشيخ الطوسي في عدد من كتبه من جملتها كتاب التهذيب. خطبة جميلة مختصرة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم. الخطبة هذه تروى عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهم الصلاة والسلام، قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس في آخر جمعة من شعبان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، هذا كلام رسول الله إلى آخر الدنيا، الخطاب ليس فقط للحضور من الناس آنذاك. أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر، العبارة استعارة رائعة، الشيء العظيم الذي يأتي نحوك قبل أن يصل إليك ظله يقع عليك، يعني قد دنا منكم شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الآن أصبح ظله علينا. إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كتطوع صلاة 70 ليلة فيما سواه من الشهور. تعلمون كلمة 70، كلمة 7، كلمة 700، رقم 7، هذا الرقم يستعمل للكثرة، قد يكون الشيء أكثر من 7، يقال 7 أو يقال 70 أو يقال 700، لعله آلاف. وجعل الله عز وجل لمن تطوع فيه في شهر رمضان بخصلة من خصال الخير والبر. تعلمون الأعمال المستحبة ثوابها أقل بكثير من الأعمال الواجبة، الأعمال الواجبة ثوابها أعظم من الأعمال المستحبة بكثير، يعني صلاة الظهر التي يصليها الإنسان ثوابها أعظم بكثير من النوافل التي يصليها الإنسان.
ثواب الفريضة أعظم بكثير، ثواب صيام شهر رمضان أعظم بكثير من ثواب صيام بقية الأيام، ثواب الواجبات أعظم بكثير. ولكن في شهر رمضان المستحب ثوابه يكون ثوابه لا أثره، لا أسقاطه للتكليف، لا، ثوابه يكون كثواب العمل الواجب. وجعل الله عز وجل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل، ومن أدى فيه في شهر رمضان فريضة من فرائض الله كان كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور. وهو شهر الصابر. إخواني، ليكن شهر رمضان على الأقل شهر صابر. صابر على ماذا؟ صبر على الطاعة، صبر عن المعصية. الطاعة فيها صبر. صعب أن أعمل طاعة، لا بأس، تحمل. أن أترك المعصية الفلانية صعب علي، حتى لو كان صعبا تحمل، صبر. شهر رمضان شهر صبر. وهو شهر الصبر، وإن الصبر ثوابه الجنة. وشهر المواساة. طبعا المواساة مواساة الغني مع الفقير في وضعه الخاص، في أمواله، في جهده، كل ذلك من المواساة. وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمن فيه، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى. قيل: يا رسول الله، ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائما. فقال صلى الله عليه وآله: إن الله كريم، يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن. هذا الذي يسمى لبن، لعله في يومنا هذا، هذا يسمى مذقة، خصوصا لو كان رقيقا قيمته أقل طبعا، حتى لو مذقة، إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما، أو شربة من ماء عذب، أو من ماء عذب، أو تمرات، لا يقدر على أكثر من ذلك. ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه حسابه. يا الله. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره الإجابة والعتق من النار. لعل المقصود 10 الأولى والثانية والثالثة، لعله. ولا غنى بكم عن 4 خصال، خصلتين ترضون الله بهما، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما اللتان ترضون الله عز وجل بهما، العقيدة، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير بيّن الشهادة الثالثة أيضا، وهي شرط في الشهادتين. وأما اللتان لا غنى بكم عنهما شيئان، فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة، وتسألون العافية، سؤال دعاء، تسألون الله عز وجل حوائجكم، تسألون الله الجنة، تسألون العافية. الثاني ما هو؟ وتعوذون به من النار، طلب والاستعاذة. حديث شريف آخر، هذا الحديث أيضا كان في مثل هذا اليوم. هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب عيون أخبار الرضا عليه الصلاة والسلام، عن عبد السلام ابن صالح الهروي، أبو الصلت الهروي، المدفون بالقرب من مدينة مشهد المقدس. هذا شخصية كبيرة مرموقة، خادم للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ثقة جليل. قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام في آخر جمعة من شعبان، فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه، ف
فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه. ما بقي إلا ساعات من شهر شعبان. كم قصرنا في شهر شعبان؟ في هذه الساعات المتبقية من شهر شعبان ممكن أن يكون يوم الأحد بداية شهر رمضان، أو يوم الاثنين بداية شهر رمضان، يعني بيننا وبين شهر رمضان يوم ونصف تقريبا، أو يومين ونصف. فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه. كم من الأذكار كنا نتمكن أن نذكر الله عز وجل فيها؟ من المستحبات في هذا الشهر بالخصوص ذكر الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأعمال الأخرى، العبادات الأخرى، العبادات الشخصية، العبادات الاجتماعية، كل ذلك الإنسان يتدارك فيما بقي من هذا الشهر. وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. يا أخي قضايا كثيرة في الدنيا، يعني أنا لا أتمكن أن أخذ كلها، أستوعب كلها. الذي يعنيك يرتبط بك، الأمور التي لا ترتبط بك أتركها، استغل. وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. خلاص تدخل إلى شهر رمضان بدون وجود أمانات للناس، بدون وجود حقوق لله عز وجل، حقوق للناس على الإنسان. ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت مرتكبه والعياذ بالله إلا قلعت عنه. واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيتك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان. الحديث الأخير حديث طويل، أقرأ لكم مقطعا أيضا كان هذا الحديث في مثل هذا اليوم. هذا الحديث يرويه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب فضائل الأشهر الثلاث، في فضائل شهر رمضان بالخصوص. عن الحسن بن علي الخزاز الثقة الجليل قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: معاشر شيعتي، إذا طلع هلال شهر رمضان فلا تشيروا إليه بالأصابع، ولكن استقبلوا القبلة وارفعوا أيديكم إلى السماء وخاطبوا الهلال وقولوا: ربنا وربك الله رب العالمين، اللهم اجعله علينا هلالا مباركا، ووفقنا لصيام شهر رمضان، وسلمنا فيه، وتسلمنا منه في يسر وعافية، واستعملناه فيه بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. فما من عبد فعل ذلك إلا كتبه الله تبارك وتعالى في جملة المرحومين وأثبته في ديوان المغفورين. ولقد كانت فاطمة، هذا الاسم ما أحلاه في أفواه أهل البيت عندما كانوا يقولون فاطمة، كيف كانوا يقولون هذه الكلمة، وكيف كانوا يفتخرون، وكيف كانوا يستدلون، أهل البيت يستدلون بعمل فاطمة صلوات الله عليها. ولقد كانت فاطمة سيدة نساء العالمين عليها الصلاة والسلام تقول ذلك سنة. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول: افعل هذا الفعل، دليلك ما هو يا أيها الإمام العظيم؟
دليله أن السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها كانت تفعل ذلك. ولقد كانت فاطمة سيدة نساء العالمين عليها الصلاة والسلام تقول ذلك سنة، فإذا طلع هلال شهر رمضان فكان نورها يغلب الهلال فيخفى. القضية ليست نور معنوي، حتى النور المادي لوجهها الشريف كما ورد في روايات أخرى أيضا كان يخفي، خلص نور الهلال لا يخفى إلا بنور قوي، نور ضعيف لا يخفي نور الهلال. الشمس عندما تكون قريبة من الهلال، الهلال لا يرى، نور الشمس نور قوي يخفي. أما نور عادي يخفي، يعني لو كان شخص نوره نور وجهه، فرضا شخص له نور في وجهه نور عادي، هذا يخفي نور الهلال؟ لا، الهلال مكان بعيد لا يخفى بنور عادي، أي نور هذا؟ فكان نورها يغلب الهلال فيخفى، فإذا غابت عنه ظهر. أبارك لكم هذا الشهر المبارك القادم، شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل شهر رمضان شهر خير لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم سلمه لنا وسلمنا فيه، وتسلمه منا وتسلمنا منه، في يسر منك وعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر.